فيهم صنوف من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حامي واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا بمصنوع لحفظ المناصب يشركون بربهم وفيهم صنوف من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا بأفتوع لحفظ المناصب ويا ويل من أطرى بوصف نبيه فسماه رب الخلق إطراء خائبين ويا ويل قوم قد أبار نفوسهم تكلف تزويق وحب الملاعب ويا ويل قوم قد أخف عقولهم تجبر كسرى واصطلام الضرائب أدركهم في ذاك رحمة ربنا فأدركهم في ذاك رحمة ربنا وقد أوجبوا منه أشد المعايب فأرسل من عليا قريش نبيه ولم يكف ما قد بلوه بكاذب ومن قبل هذا لم يخالط مدى سأل يهودي ولم يقرأ لهم خط كاتب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا بمصنوع لحفظ المناصب